2007. طبعا حول تجربته في مجال عالم الأزياء ومشاركته أيضا جديدة في هذا الحدث، يسرنا أن يكون معنا ضيف في الاستوديو عبد الله الحاج ملك جمال سوريا بهذا الصباح. ولكن بدي أقول لك أول شيء يسعد صباحك، يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا السعودية بحضرتك بكل معنا. مكان، أهلا فيك. نحن طبعا رح نبدأ حوارنا معك ولكن بعد هذا الفوتو مونتاج. سوريا 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 عبد الله الحاج من جديد بنقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. يعني اشتغال الشباب بهذا العمل خلينا نقول او بهالمجال هو الازياء او الجمال في سوريا، يعني خلينا نقول انه هي تجربه تكاد تكون قليله جديدة، يعني ربما لسه. او حتى تجربه اولى من نوعها. يعني شو اللي دفعك بصراحه انه هذا مجال جديد؟ نحن عم نمهد الطريق لقدام والحمد لله بعد الالقاب العالميه اللي حصلت عليها اجاني عقود من برا. هلا في رح وقع عقد مع وكاله ازياء ببرلين، فهي سابقه لشخص مو بس سوري، لشخص عربي. بتمنى انه مهد الطريق للاجيال الجايه انه يحترفوا هالمجال، لانه نحن ما ينقصنا شيء، لا ينقصنا الجمال ولا المقاسات العالميه ولا الثقافه، فنحن شعب كامل متكامل، بحق لنا يكون لنا دور بصراحه بالعالم مثل ما الشعوب البقيه عم تساهم بتطور العالم. نعم، يعني هذا بخليني شوي هيك يقودني لسؤال عن طبيعه دراستك. أنا بدرس أدب إنجليزي، تخرجت وهلا عندي ماجستير وراح كفي، عم حاول وازن بين الأدب الإنجليزي ودراستي، يعني بدي أعمل دكتوراه إن شاء الله ومجال الأزياء كمان كموديل، لأنه الألقاب اللي أخذتها أنا أخذتها هي خطوة لطريق طويل. نحن رح نحكي عن الألقاب ولكن قبل ما نحكي عن الألقاب شوي خلينا يعني ناخذ هيك بعض الأفكار أو الأمور اللي بتتعلق بشخصيتك أو حتى تقبل العائلة، يعني هي عن أكيد رغبة. كثير دعمتني وبتشكرهم يعني، وكل من دعمني غير عائلتي بهون بسوريا، يعني بتشكر حتى وزارة السياحة دعمتني رسميا، مجموعة أكوان دعمتني ماديا، كل الأحداث اللي عم شارك فيها عم تكون هي عم تغطيها والتعاملات، لأنه إيد واحدة ما بتزقف، فأنا عم بشتغل وكنا عم نشتغل كفريق واحد، يعني من الأسرة أو الدولة أو كله عم نشتغل لنحقق شيء على مستوى العالم، وهذا سابقة. بتمنى كل الشركات السورية تكون هيك، بتمنى أنه كل الشباب أنه يتحمسوا، ما بيفكروا أنه لا أنه نروح على حدث عالمي أنه هذا أكبر منه، بالعكس نحن أكبر منه، فينا نعبر عن حالنا ونروح ونشارك وننجح. وانا بصراحه يعني بنصح الشباب السوريين انه يتوجهوا للقصص العالميه، لانه نحن كسوريين لازم نعطي الصوره الحقيقيه والصوره المشرقه لبلدنا، وهي حقيقه مو كثير كثير جميل. بس كمان يعني هذا مثل ما قلت انت بده يكون في موازنه، تكمل طبعًا دراستك طبعًا بالاضافه طبعًا للموهبه والرغبه اللي انت أكيد اخترتها. اكيد اكيد، يعني انا لقيت حسنت وفق بين الدراسه، وبتشكر حتى الأساتذة الجامعة كانوا كثير متعاونين معي بصراحة، متفاهمين الوضع يعني، وأنا الحمد لله قدرت إنه وازن إنه أنجح على الصعيد العالمي بمجال الجمال والأزياء وعلى صعيد دراستي. يعني هلا كنت عم تذكر قبل شوي عبد الله إنه الألقاب العديدة اللي حصلت عليها، هل هي كانت الدافع وراء استمرارك بالعمل بهذا المجال؟ طبعا، وحتى إذا ما أخذت ألقاب لازم أحاول وأمشي لأحصل على لقب كبير، وأنا لما عم روح على هيك حدث عالمي كبير أنا عم شيل ثقافة الدولة كاملة، لازم أكون قد المسؤولية، لازم أعرف أعبر عن حضارتنا، لأنه عم يعملونا مؤتمرات صحفية برا، أحيانا بيحجونا الصحفيين بأسئلة إنه صعبة شوي، فلازم أكون قد هالشيء وواثقين من ثقافتنا ولغاتنا الثانية، مو بس بالعربي، عم نحكي بلغات ثانية بالإنجليزي بالفرنسي. وبعدين أول مثلا أنا بسافر على أحداث عالمية لأول مرة بتشترك سوريا بالتاريخ بهيك أحداث،
يعني لما رحت على الصين ما كانوا يعرفوا وين سوريا. طب اسمح لي اسالك انه يعني كيف كانت ردود الافعال العالميه، خلينا نقول عن مشاركه الشعب السوري بهذا المجال، مجال الازياء والجمال؟ تفاجئوا، وهن بالهم انه الشرق الاوسط كله حروب، ما بفكروا انه نحن عندنا حضاره عندنا. قلت لهم انا لو عندنا مثل ما بتفكروا ما كنت جيت اصلا لهون. نحن قلت لهم بلد حضاري، بلد ثقافي، بلد واعي، كامل متكامل. انا لما رحت ما كانوا بصراحه يعرفوا وين سوريا، واخذين صوره مغلوطه عن الشرق الاوسط. انا اخذت كتب بالانجليزي وسيديات كلها عن حضارتنا وتاريخنا وعن مستقبلنا كمان، فكتير انبسطوا. ويعني اول يوم يومين كان صعب يعرفوا سوريا، بس ثالث يوم صار كلهم يعرفوا سوريا. وانا الحمد لله انه انجاز انه شفت العلم السوري كثير كبير حاطينه بين اعلام كل الدول المشاركه وحدث حضاري كبير، فكتير الحمد لله. وجبت لقبين انا، مع انه في دول كثير كبيره ما اخذت ولا لقب وانا مشترك لاول مره. يعني حسيت انه حققت شيء، وان شاء الله رح احقق لقدام لبلدي سوريا واعطي صوره كثير جميله عنه، لانه هي مثل ما نحن بصراحه. طيب بالاضافه للجمال عبد الله، او يعني الرغبه احيانا بالعمل بهذا المجال، شو بيحتاج اللي بده يحصل على هاللقب، يعني بالاضافه لكل مقومات الجمال او ما يملك؟ يعني هو في كذا علامه بحطوها، في مقاسات الجسد كثير مهمه، بعدين بتيجي الوجه، بعدين الثقافه، فهي كلها يعني شيء بتتكامل مع بعضها لتاخذ نتيجه نهائيه. وبعدين غير انا الحمد لله انه لفتت انظار الوكالات العالميه، يعني كنا احيانا نصل ل 100 دوله بنشترك، بيختاروا اثنين او ثلاثه، انا اختاروني انا وملك جمال يونان لنكون بوكاله المانيه، ولا عربي سبق انه عربي خلقان هون، انه انا سوري خلقان هون دارس هون وطالع من سوريا، عم يجوني وكالات من برا لاعرض برا. فكتير شيء مرتب، وهلا في عقد يعني راح امضيه ان شاء الله قريب، انه بيخولني انه اعرض برا لوكاله المانيه ليوران. وهذا الشيء انا بعتقد انه فخر لنا كسوريين انه يجي موديل سوري. دائما بيقولوا اجى موديل برازيلي ايطالي فرنسي، بس ولا مره قالوا اجى موديل سوري، فان شاء الله هالشيء راح يصير شيء عادي بالعالم ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. يعني انا سالتك كنت قبل شوي انه كيف كان تقبل العائله او المحيط او المجتمع، فكان جوابك انه انت دعم. تلقيت هذا الدعم والحافز، بس انا بدي اقول كمان كيف كان يعني الدافع ايضا او تقبل المحيط فيك، اصدقائك، ربما في اشخاص ما هم مقتنعين بهالفكره، يعني من ببداياتها خلينا نقول. كيف قدرت يعني تواجه هالامر هذا؟ وفي معاناه بصراحه، ما في شيء بيجي بالساهل، بس انا عم بصراحه انه عم اثبت اول شيء في ناس ممكن ما مقتنعين بالمشاركه اساسا باحداث جمال عالميه للشباب، فلما بجيب لقب هم بيشوفوا انه نحن رحنا نجحنا بصراحه. لما كل المواقع الانترنت تتحدث عن هالموضوع، ولما 100 فضائيه بتطالع الحدث ويكون شخص سوري موجود ينذكر اسم سوريا بكل العالم، بيشوفوا انه هذا الشيء بصراحه عملنا شيء، روجنا لبلدنا من الناحيه السياحيه، من الناحيه الثقافيه. فلما بجيب شيء الناس بيشوفوا لا انه عم نشتغل صح، وفي اصرار، ومثل ما بيقولوا لازم الواحد بيضل سرعة الشيء مشان يحققه، وما بيسمع لكلام الغير، لانه إذا مثلا شخص فاشل بده كل الناس فاشلين، لا نحن بنقتدي بالناس الناجحين مشان نوصل بالنهاية. ومحبتك كمان لهالعمل بهالمجال هذا أعطاك أيضا، لازم أكون إنه مآمن بهالشيء واثق منه، وإنه رايح أنا لما أروح على حدث عالمي ماني رايح لأشترك، رايح لجيب لقب، هيك بحطها ببالي على طول، والحمد لله على طول عم روح وجيب لقب. فهلا بتمنى بحدث اسطنبول بيست موديل اوف ذا وورلد 2007 اللي راح بدنا نحكي عنه شوي. هلا انت رح تشارك يعني يمكن يومين وراح تروح تشارك اسطنبول بحدث يمكن افضل عارض ازياء بالعالم. بدنا نحكي شوي عن استعدادك للمشاركه. عم استعد له بصراحه، صارت موافقات الرسميه خاصه من وزاره السياحه راعتني، مجموعه اكوان كمان راعتني بالحدث كله، نسقنا مع الشركه المنظمه باسطنبول، كمان تلفزيون العربي السوري ما قصر يعني بالتغطيه. بتمنى انه الصحافه السوريه كمان تشتغل على الموضوع اكثر، بتمنى انه الناس المعنيين انه يغطوا، لانه نحن عم نروح نروج لبلدنا، لازم ينحكى بالموضوع مشان بالنهايه يشوفوا العالم انه عملنا شيء على مستوى العالم، ما عم نعمل شيء محلي. وبعدين عم نعمل تدريبات هلا على المسرح، وفي لبس الملك كمان من فرقه اينانا مشكوره، انا دائما باخذ من عندهم. في عندنا تحضيرات كمان انه للسفر، بس بتمنى انه الجاليه السوريه باسطنبول، انا بقول لهم انه انا رح اكون من 1 لـ 8 باسطنبول بشيراتون اسطنبول لمثل سوريا بهذا الحدث، بتمنى انه يدعموني كمان، لانه بالصين ما كان في جاليه كبيره، السفاره يعني كثير دعمتني، بس انه بتمنى انه بيجوا ناس بيرفعوا علام السوريه، انا كثير بحب هالقصص، لانه مشان يشوفوا انه شوفوا نحن جايين نمثل سوريا، وفي انه ناس هون، في انه ناس سوريين داعمينا واقفين ورانا، انا كثير بتمنى انه
يجي الجالية السورية تعرف عليهم، قل لهم انه جاي يمثلكم، انه وان شاء الله اكيد رح شوفهم لانه هلا صارت مشاريعك المستقبلية يا عبد الله؟ مشاريع مستقبلية قلت لك انه بدي اخلص اعمل دكتوراه بالادب الانجليزي وامضي العقد الاحترافي برا، وبتمنى انه بعده هذا العقد انه رح اطلع على كفرات مجلات عالمية، رح اعرض برا، يمكن تيجي فرص ثانية لسه انا ماني حاسب الحساب لانه كل يوم في شيء جديد ولسه نعم. يعني لسه في بدايه الطريق لسه نعم. في عندي كثير قصص اعملها. طبعا نحن اكيد بنتمنى لك التوفيق عبد الله الحاج، شكرا جزيلا لحضورك معنا، بنتمنى لك ايضا توفيق بمشاركتك باسطنبول وفي مشاريعك المستقبليه. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا رح نتوقف مع هذا الفاصل وعوده معكم لفقرات برنامجنا. تميز في الإعلام وعمل